في هذا المخيم خيب الجيل الثالث والرابع من اللاجئين أمل جولدا مائير القائلة: يموت الكبار وينسى الصغار. وهم الأحفاد اليوم يواصلون درب النضال ويقدمون أعمارهم فداء لوطنهم. في هذا المخيم حكاية نضال سطرها أبناءه، ومنهم الأسير محمد بسام الصباغ الذي يقضي 10 أعوام من الأسر مغيب قصرا عن عائلته في غياهب السجون، ينتظر فسحة الأمل والإفراج القريب. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، واهلا ومرحبا بكم من منزل عائلة الأسير محمد بسام الصباغ. اليوم نتشارك الإفطار الرمضاني المميز الجميل برفقة عائلته ووالديه. بداية حج كل عام وانت بخير. انت بألف خير، الله يعافيك، تسلمي، الله يكرم حبيبي. ان شاء الله يا رب رمضان القادم بيكون محمد بيناتكم، برجع لكم بالسلام ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، هو جميع الأسرة يا رب. حجي بداية احكي لنا عن محمد وكيف كان. محمد كثير انسان لطيف وصاحب نكته، هو يعني بحب الحياه وهيك، وبحب يعني مساعده الناس وهيك اشياء يعني، الحمد لله. اكثر اكل محمد كان يحبها؟ هاي عملت له ملوخيه لانه بحبها. بحب الكبه، بحب المقلوبه، يعني الحمد لله هيك. اكثر اكل هي الملوخيه، ما في شيء ثاني كمان بزياده؟ لا، بحب الملفوف، بحب المقلوبه، اللبن هيك. لما كان محمد موجود بيناتكم تحديدا بشهر رمضان الفضيل، كان يجي يساعدك بالمطبخ، يعمل شغلات، يحكي لك بدي اساعدك؟ كان يجي، بس انا من النوع اللي ما بحب حدا يساعدني. يعني ما تخليه يساعدك، شيء بسيط هيك، بس يعني بتعرفي هاي شغل الست، يعني ما بعرف، وما بعرف الطبيعه، اما يعني كان ينكل على ايده مثلا هيك اشياء. يعني كان يساعد. هيك. اما يعني ما يشاركني في الاكل. عملنا الطبخة اللي بتحبها، ملوخية مع دجاج بالفرن. على كبر ان شاء الله يا رب، الفرج القريب لكم كلكم يا رب ان شاء الله، بأقرب فرصة يا رب ان شاء الله هيك، ونجتمع مع بعض. حج بيكون هذا الشهر طبعا في لمات العيلة، بيكون له خصوصية شهر رمضان، وبالعيد فيه بتكون لمات العيلة والجمعات والطلعات والروحات، لكن عند عائلات الأسرة بيكون نوعا ما مؤلم وحزين شوي. نعم هذا صحيح، لانه بنفتقد دائما الاعز اولادنا، بيكونوش متواجدين معنا خلال فتره الافطار بشهر رمضان المبارك. اكثر الشغلات اللي بتذكرك محمد؟ يعني الطلعه بعد الفطور بصلاه التراويح. كنت تروح سوا؟ نعم، صلاه التراويح، بزيارات الاهل والاقارب، يعني كنا دائما احنا وياه نطلع مشاوير خاصه بالذات بشهر رمضان المبارك. يعني كان يرافقك بشكل مستمر؟ صحيح صحيح، نعم صحيح. خالته اكثر حدث معين او موقف معين بذكرك بمحمد، عملوا فيك تتذكريه؟ كان مثلا خليني وانا اجلي او شيء، يجيب هدول الحياية او الحيوانات البلاستيك يرميهم علي، وبعرف ان انا بخاف منهم كثير، فاصير اصيح
هيك يعني هاي الاشياء. هو صاحب نكته يعني، هو دائما طول الوقت بنكت بمزح وإشي، وروحه كثير حلوه. فهذا الحكي طبعا اكيد احنا بنفتقده، بالذات بمناسبه شهر رمضان. يعني هذا الحكي اثر علينا كثير، وان شاء الله بهاي المناسبه احنا كمان بندعي له، بندعي لكل الاسرى انه ربنا يفك اسرهم ويرجعوا لنا بالسلامه لبيوتهم ولاولادهم. وكمان بنعيد على اهالي الشهداء، يعني هذول كمان بعانوا كثير. احنا يعني اول على اخر ان شاء الله ربنا بفك اسرهم، بس هذول يعني فقد اولادهم للابد. ان شاء الله انهم ربنا بيجمعهم فيهم بجنان النعيم ان شاء الله. خالته ان شاء الله حج يعني محمد 4 سنين غايب عنكم لكنه حاضر دائما بيناتكم بكل لحظه، لكن بحكم تواصلك بشكل مستمر واتصالك مع محمد اكيد بخبرك كيف بمر شهر رمضان معه داخل سجون الاحتلال هو واصدقائه. نعم صحيح، لا شك ان حياه السجن دائما معاناه، لكن كل يوم تقريبا نتواصل احنا وياه بالجوال بالتلفون، ولهذا بتلاقي كانه يعني في تواصل دائم احنا وياه، ولهذا ما بنشعرش يعني الا بعض الاوقات انه مش موجود معنا. تواصلوا معه بشكل مستمر؟ دائما دائما نعم. بخبرك كل شيء، شو بيطبخوا شو بيعملوا، نهفاتهم داخل السجون كيف؟ نعم هذا صحيح، حتى اليوم كل افطرنا دوالي. ان شاء الله العيد الجاي بيكون بيناتنا، ان الله خلاه، ويا رب يا الله يفك اسره ويفك اسر كل الماسورين يا رب العرش العظيم، ما يضل حدا فيهم، كل سنه وهم سالمين يا رب ودايمين، ودير باله على حاله. بسام كيفك شو اخبارك؟ الحمد لله. كل عام انت بخير. انت بخير. بسام شو حابب اليوم توجه رساله لابوك عبر شاشه تلفزيون فلسطين؟ حابب اوجه له انه كثير اشتقت له، وان شاء الله بطلع بالسلامه ومنيح، كل مبسوط. وكمان يفك أسره وكل السجناء اللي معه وكل أصحابه. وكمان بدي أوجه له إنه أنا وعدته إني أكون الأول على المدرسة ولساتني، وكل ما كنت أنا موجود وكل ما اتصلت علي بثق في حالي أكثر، ودائما بكون قوي بوجوده. إن شاء الله يا ربي بتكون عند حسن ظن أبوك. آمين. إن شاء الله، الله يحماك يا رب. تعرفنا حالك؟ عبد الله العمري. عبد الله شو بكون الأسير بقرب لك؟ خالي. شو حابب اليوم توجه له رسالة بمناسبة شهر رمضان الفضيل؟ كل عام أنت بخير خالو، أنت وجميع الأسرى، وإن شاء الله بنفك أسرك وبترجع وأنت سالم ومبسوط، وأنا زي ما وعدتك بدير بالي على بسام وبدرسه. إن شاء الله حبيبي، إن شاء الله برجع لكم بالسلامة. شو حابب توجه رسالة لخالك كمان أنت؟ خالو ان شاء الله ان شاء الله تطلع بالسلامه، وان شاء الله نشوفك منيح. اول شيء بحب اقول كل عام وانت بالف خير بمناسبه شهر رمضان، وان شاء الله يكون الافراج عليه وعلى جميع الاسرى، ان شاء الله الفرج قريب. من ضمن نهفات محمد كان معزوم عند صاحبه برام الله طبعا، فهم كانت القاعده عربيه، فيا دوب بادي بده ياكل شيء، ف لانه تعب قام بده يظبط قاعدته، فالحاج بحكي له صحتين وعافيه عمو، ولا هو شو بحكي له؟ طبعا حمودي قام لانه هو ما شبع، بس لما حكى له صحتين وعافيه فكر حاله انه فقام عن الاكل، فكر انه خلص هو. لكل حكاية بداية ونهاية، وكما عهدتها الأيام سريعا تنجلي، وقريبا سيكسر القيد ويهزم الليل. ومن هنا من عرين الأسد محمد بسام الصباغ، نتمنى الإفراج العاجل لكافة أسرانا البواسل، لتشرق شمس حريتهم على فلسطين من جديد، ونفرح بهم في أجمل عيد، ويحلو معهم وبهم حسن اللقاء. إلى اللقاء.